الحسن نصر اللات شيعي رافضي اثنا عشري خبيث خبثه من معتقدهم معتقد كافر بالله عدو لنا في تدريب أبناء البوليساريو ليقسموا أرضنا في المملكة المغربية. إذن حسن نصر اللات أيضا عدو للمملكة المغربية. إذن كل من يتعاطف مع حسن نصر اللات وحزبه، كل من يناصره ويناصر حزبه فهو عدو لمملكتنا الشريفة، وكذلك قبل ذلك هو عدو لعقيدتنا الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، ليلتكم سعيدة وأنا بكم أسعد. هلاك حسن نصر اللات لا بد أن نضعه في التأصيل الشرعي قبل التفصيل، لأن التأصيل يسبق التفصيل. أولاً دعونا نقول من هو حسن. حسن نصر اللات، حسن نصر اللات هو ذيل من أذيال الروافض الحاكمين في دولة إيران، وهو من فراخ إمامهم الخميني. فنقول بأن الخميني كفره علماء المغرب. المدرسة الدينية المغربية أصدرت فتوى بتكفير إمامهم الخميني، ولم أعلم أن ملكا ما أو رئيس جمهورية ما أو أمير دولة ما قرأ فتوى التكفير على شاشة التلفزيون للخميني إلا الحسن الثاني عليه الرحمات المتتالية إلى يوم الدين. ملك المغرب يقرأ على شاشة التلفزيون فتوى لعلماء المغرب تكفر، شوف حتى وهو أمير المؤمنين، ولكنه لم يقل أنا أكفره، بل يقول هناك فتوى لعلمائنا كفرت الخميني. ذكروا سببا واحدا، وإلا فالأسباب كثيرة متعددة، وأنه يقول بأن الأئمة الشيعيين أقرب إلى الله من الأنبياء والرسل. وأنا أذكر أن الملك الحسن الثاني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على كل حال، إذن كبيرهم الذي علمهم الكفر كافر حسب فتوى علماء المغرب. هذه ما غيحيداش حيدلكش طبيب، هذا خلاص، هذا قول واحد. وكل مغربي يشك في هذه الفتوى فهو شيعي محض خبيث معلوم مكشوف السريرة، معلوم تقيته، بل مفضوح، لم تعد له تقية، مفضوح، لأنه خالف فتوى العلماء. إن كان له تصحيح لفتوى العلماء وأن الأئمة ليسوا معصومين عند الشيعة وأنهم ليسوا أقرب إلى الله من الأنبياء والرسل، فبينة على من دعا. وإن كان يريد مني بينة فليقرأ كتاب لله ثم للتاريخ لآيات الله موسى الموسوي الذي كان لا يفارق الخميني، كان صديقا وحبيبا وزميلا ومرافقا له في الحل والترحال، وتاب إلى الله عز وجل وألف كتابا سماه لله ثم للتاريخ في 16 العقيدة، كل عقيدة تخرج الشيعة من الإسلام، منها هذه الأئمة التي ذكرها الحسن الثاني رحمة الله عليه. فهل حسن نصر اللات على ملة الخميني وعلي خمينائي ورؤساء طهران ومع الروافد الاثنى عشرية، هل إيه أو لا؟ فإذن هو على ملتهم، وهو رئيس الدرع العسكري والدعوي للشيعة في جنوب لبنان، بل في الشام كلها، بل وهو الدراع العسكري الذي وظفته إيران لسفك الدم المسلم في سوريا بالآلاف، بمئات الآلاف، واغتصاب آلاف، بل عشرات الآلاف من العفيفات المسلمات من ربات البيوت والبنات والعازبات والمطلقات والمتزوجات،
لم يرقبوا فيهن إلا ولا ذمة، ولا تزال الآلة الحربية لأذرع الشيعة في سوريا تفعل أفاعيلها حتى الآن، وكذلك في العراق، وكذلك في اليمن، وكذلك في غيرها من البلاد. وإذن حسن نصر اللات شيعي رافضي اثنا عشري خبيث، خبثه من معتقدهم معتقد كافر بالله، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وهم من الخلفاء الراشدين عندنا، يكفرون جل الصحابة، وقد أثنى عليهم الله سبحانه عز وجل بوصف المهاجرين والأنصار، فهم مهاجرون وأنصار، وآيات متعددة في كتاب الله عز وجل تزكي الصحابة رضي الله عنهم، وكمثال على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حسن نصر اللات عدو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدو لكتب التفسير وللمؤلفين في التفسير، ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير والقاسمي والفخر الرازي والى اخره، كلهم لا يؤمنون بهم، لهم كتبهم اخرى ولهم علم اخر وحديث اخر وتفسير اخر وعلماء اخرون، إذن دينهم ليس ديننا، شيء طبيعي. فاذا حسن نصر اللات شيعي رافضي من غلاة الشيعة، طبعا الشيعة ليسوا كلهم سواء، فالزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم شيعة معتدلون يتردون على الصحابة ولا يكفرون أحدا ولا يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا ولا بالفاحشة وإلى آخره. حسن نصر اللات عدو لنا في المعتقد في الدين، عدو لنا في قتل المسلمين، عدو لنا في تدريب أبناء البوليساريو ليقسموا أرضنا في المملكة المغربية. إذن حسن نصر اللات أيضا عدو للمملكة المغربية، عدو للوحدة الترابية، يبعث بالكوادر العسكرية لتدريب أبناء البوليساريو ليقتلوا جندنا في الجنوب المغربي. إذن هذا عدو في الدين، عدو لنا في الوطن، عدو لنا في سفك الدم الحرام وإلى آخره. فهل إذا مات أقول رحمة عليه الرحمات؟ قال لك رحمه الله الشهيد، ولا يقول هو، لا يجوز أن نقول الشهيد حتى ولو كان من أهل السنة، لأن الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه قال باب لا يقولن فلان شهيد، لا يقولن فلان شهيد. ليه؟ لأن الشهادة فيها شرطان اثنان، الشرط الأول أن يقتل في ساحة الشرف، الشرط الثاني أن يبتغي بذلك الإخلاص والتجرد لله عز وجل. الإخلاص والتجرد لله لا يعلمه أحد إلا الله، حتى ولو قتل في ساحة الجهاد في سبيل الله وكان من أهل السنة والجماعة لا نقول شهيد، بل نقول نرجو له الشهادة، رحمة الله عليه، اللهم تقبله شهيدا عندك. نعم، لكن لا نجزم ونقول فلان شهيد، هذا ممنوع شرعا، هذا أهل السنة والجماعة. فما بالكم بالرجل الذي ذكرت بعض أوصافه آنفا، عدو لله، عدو للصحابة، عدو لرسول الله، عدو للمؤمنين، سفاك للدم، ويريد تقسيم وطننا هذه المملكة الشريفة. إذن كل من يتأسف أو يتألم على هلاك نصر اللات ففيه مسحة، إن لم يكن شيعيا خالصا ففيه مسحة من التشيع، ويمارس علينا التقية، والتقية دين الشيعة كما تعلمون. إذن هذه واحدة. النقطة الثانية وهي قولهم بأن من يفرح ومن يرى أن هذا كذا 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 فإذا هو ينصر الصهاينة،
فإذا هو يفرح الصهاينة وهو في جانب الصهاينة، لأنه إذا فرح بقتل حسن نصر الله أوتوماتيكمون هو إذا مع الصهاينة. وهذه معادلة عيشة قديشة، هذه معادلة الذين يريدون أن يضحكوا على أبناء المسلمين. من قالها؟ الصهاينة والشيعة الروافض والصفويون وجهان لعملة واحدة، عليهم اللعنات معا جملة وتفصيلة، الصهاينة والشيعة الروافض كلهم عند والكفر ملة واحدة. لكن لا نغتر، عنده عمامة واللحية والعباية والمرأة محجبة، فليكن. الرهبان عندهم اللحية وعندهم الطرباش وعندهم الجباب، والعيالات ديال النصارى واليهود متحجبات وكيجروا الكسوة ديالهم في الأرض، السيخ في الهند اللحية ديالهم أكثر من ديالي ثلاثة المرات، والعمامات قداش نهما. لا نغتر، غادي تقول لي كيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هادو أسوأ، هادو اللي كيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هادو أسوأ. يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويخرب لا إله إلا محمد رسول الله من الداخل، يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويسفك الدم للمسلمين في كل مكان. فإذا الصهاينة أفضل، الصهاينة لا يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، الصهاينة لم يقتلوا المغاربة، وما فعله الصهاينة في فلسطين الحبيبة يعني أقل بكثير مما فعله الصفويون والإيرانيون في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي في في اليمن، أقل بكثير ما فعله هؤلاء الشيعة في المسلمين. لا يعلم حجم الجرم إلا الله سبحانه عز وجل. فإذا قلنا هؤلاء أعداء الله، هل في هذا تزكية للصهاينة؟ من قالها؟ إذن هو هؤلاء وأولئك وجهان لعملة واحدة. لأن نرجع لنقول هذه قضية قائمة على العلم الشرعي، قائمة على التوصيف الشرعي، حكم مبني على التصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نتصور ما نتصوره في حزب اللات بالدليل الشرعي بالقرآن والسنة، ثم بالتاريخ والواقع والوقائع، ثم زد على ذلك أن مملكتنا الشريفة تعتبر حزب اللات، وعلى لسان السفير الدائم للمملكة المغربية عمر هلال في الأمم المتحدة، أنهم يجندون أطفالا لأبناء البوليساريو ويدربونهم بالصوت والصورة بالأدلة والوثائق. إذن كل من يتعاطف مع حسن نصر الله وحزبه، كل من يناصره ويناصر حزبه، فهو عدو لمملكتنا الشريفة، وكذلك قبل ذلك هو عدو لعقيدتنا الإسلامية. والله عز وجل يقول ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن في صف الخائنين، ولا تدافع عن الخائنين، ولا تخاصم عنهم، لا تكن مدافعا ولا محاميا ولا منافحا ولا مكافحا عنهم. ولا تكن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن للخائنين خصيما. هؤلاء انتصبوا خونة للخونة خصوما على الخونة، الآن يرغدون ويزبدون من أجل الدفاع عن حسن نصر الله. إذا انكشف أمركم، فضحكم الله يا أفراخ الشيعة. مبدأ التقية خلاص أعطى الريحة. بالمناسبة الإخوان، التقية الله عز وجل يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة. التقية راه شريعة، التقية راه دين، التقية راه قرآن الكريم. فأين المشكل؟ المشكل أن التقية التي شرعها الله عز وجل شرعها للمؤمنين ليمارسوا التقية إذا وقعوا بين أيدي الكافرين،
وخافوا من التعذيب وخافوا من السوء والضرر والشر، فيتظاهر لهم ويقولون لهم ما يسرهم حتى لا يقع عليهم السيف العذاب والصوت. الشيعة يمارسون التقية مع المؤمنين، التقية الإسلامية، إذا حصل شيء مسلم مع الكفار يمارسوها إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن هؤلاء يمارسونها مع المؤمنين. الآن هؤلاء هذا الركان وهذا القرش ولا ما نعرف، أنا سبحان الله رب العالمين أكرماني والله الذي لا رب سواه لا أعرف من يكون القرش ولا الكتاكيت ولا الزيد ولا عمر، كنعرف واحد جوج ولا ثلاثة الناس وغادي قصر مع راسي. أنت كتعرفوني أنا شوية راجل كبير وراجل شارف ولانتريتي متقاعد، لانتريتي زعما غوتغيتي ولانتريتي، وقراني راهم كيلعبوا الكارطة في الظهر ديال الجامع مور الحيط وكيلعبوا الكارطة ويلعبوا الضامة، وأنا قصر مع راسي مع المغاربة في تيك توك لا أقل ولا أكثر. لكن هؤلاء الناس لا يستحيون، والله لا يستحيون. تصور أخي ياسر أن هذا الركان قال فيا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تصور يا أخي هذا الركان قال فيا الشيوخ ديال الكيلو. تصور يا أخي هذا الركان قال في لا صلة له بالإسلام، يعني عندي الصلة بالمجوس وبتيهوديت وبالملاحدة وبالزنادقة وبالكفار وبالمشركين، ولكن أن تكون لي صلة بالإسلام لا صلة لي بالإسلام. رجل أمي في المعتقد، رجل أمي في الشريعة، رجل أمي في علم التفسير، رجل أمي في علم الحديث، رجل أمي في علم اللغة، في علوم اللغة وعلم المفاتيح وعلم، ولا يعرف ولا وما شم للبلاغة رائحة، ولا درس قواعد اللغة العربية ولا يعرف شيئا. زيد لك نقطة أخرى، وأنه الآن يجب أن نرتب الأوراق، يجب أن نرتب الأوراق، لأن الآن كشف الغطاء وسقط القناع، والآن تجمعت لدينا من الدلائل ما هو واضح بين. عندما تتأدب وتتواضع والكلمة الطيبة مع الخونة الذين يسبون ملك البلاد بالليل وبالنهار ويحتقرون أمير المؤمنين ويسخرون منه ويفعلون الأفاعيل، ثم أنت مع ذاك سلطانة ومع سعيد البارصة ومع ذا بسم الله ما شاء الله في أدب وتواضع وهكوارا، خلاص انكشف الغطاء سقط القناع. أنتم أعداء لوطننا، أنتم أعداء لملكنا، أنتم أعداء لديننا، هذه هي المصيبة. أنتم أعداء لعقيدة أمتنا. الله عز وجل قال لكم ما تترحمش على المشركين وتقول رحمة الله عليه. ألم تقرأ قول الله عز وجل من سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يكون بابك مش كاع حسن نصر الله، قد تكون يمك، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز الترحم على المشركين والكفرة. غادي تقول لي باش عرفتي كافر ومشرك؟ غادي نقول لك بالفتوى ديال علماء المغرب، بالفتوى ديال علماء المغرب. وإذا بغيتي الفتاوى من عندي أنا نشبعك الفتاوى بالدليل والبرهان على أنهم ليسوا مسلمين.